ترونت كات اي برج 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 ترونت كات الله يبارك لا الشوفير تاعنا الجي بي جايه ان شاء الله صحيتي سينا معي يقول لي غير على لا تيزي الله يبارك تيزي مزوك ومردس الله يبارك الجي للدارك جايه صحيت بشار صحيت انا 16 و 06 الله يبارك ولاية الصيف ما شاء الله على الصيف ولاية العاصمة الله يبارك لازم تجوز على ولاية الجزائر العاصمة بارك الله فيك الشلف الله يبارك هذا فرنسا وشلف الله يبارك كاوري بعد بعريش ما شاء الله برج بعريش ستيف ستيف الله يبارك بويرانا بجايا صحيح بويغا الله يبارك بقيس الله يبارك بقيس بقيس نروح مزيغ نروح لزير وهران وهران الباهية وهران الباهية يسقط القايد والزبل تاعها كاع الزبل تاعها كاع يا حمطوطي اجيب الخادم حمري حمري بوفاريك باتشينا الله يبارك عين بنيان عين بنيان ما شاء الله الجي الله يبارك ميلان ميلان الله يبارك ما شاء الله طيب 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 الاحرار صحيته جايز جايز الله يبارك هو مليح سخانه تبع لا ولايه الجي صحيت بليورتي لا ما شاء الله جاي الله يبارك ميلا ما شاء الله على ناس ميلا جيجي الله يبارك وهران ما شاء الله ناس وهران عقبو الله يبارك عقبو عقبو وهران ما شاء الله عليكم مشريكي مشريكي وهران الله يبارك الله يبارك بقيت الله يبارك الله يبارك بليورتي لا سطيف ما شاء الله من الصيف كيف السعدية ود السلام الله يبارك تيزي وزو الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة شوف دولة مدنية ماشي عسكرية ماشي عسكرية اسمع يا الخاين دولة مدنية اسمع يا الخاين اسمع يا الخاين ماشي عسكرية كوبان الجزائر تهدي الاستقلال يجيليهم على كوبان الجزائر تهدي الاستقلال يجيليهم على كوبان على كوبان والجزائر تهدي الاستقلال يجيليهم على كوبان والجزائر تهدي الاستقلال وتظاهر عشرات الليبيين ومن جنسيات مختلفة أمام مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة بروكسل للمطالبة باتخاذ مواقف حاسمة ضد معمر القذافي ووصفوا ما يحدث في ليبيا بالمجازر الحقيقية كما طالبوا من جميع الدبلوماسيين الليبيين الاستقالة بدأت من تونس الحرة وذهبت وقفزت إلى مصر الحبيبة وأرض كنانة وها نحن نستلم هذا الكتالوج وعهدا علينا سنسلمه إلى آخرين وسننتصر لا عودة القذافي قالها صريحة معي أو علي هذه سياسة أمريكية لا عودة هذا هو شعارنا لا عودة للقذافي هذا مش جنون عظمة هذا اسمه جنون بقر وراه أنت سفاح وظالم وراه أنت شارون وبنقول لك حاجة واحدة بس حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وكل من سقط في ليبيا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك هذا مجرم 42 سنة هو يقتل
هذا اللي قدامكم ثلاثة من أخوت زوجي متوفيين لهم 17 سنة ومخليين أيتام من زمان. هذا مجرم، هذا من زمان مجرم. وأنا كنطلب من الناس اللي مازال ما نكسوش العلم ديالة ومازال ما استقالوش الدبلوماسيين يحشوا على دمهم، كلهم بيتحاسبوا، اللي معاه توا كله بيتحاسب، كلهم بيدوزوا في محكمة بيديروا له أكثر من صدام حسين. ولا بلاد بتقبل هذا، هذا شيطان رجيم، هذا شيطان رجيم. هو أحسن حاجة يدير طيارة فيها نفط ويقعد يدور في الهواء ليك من النفط يطيح في أي مكان، لأن ما فيش دولة بتقبل مجرم زي هذا، سفاح مجرم وقريب يسقط، قريب يمشي، قريب يموت. إن شاء الله النصر للليبيين والشهداء، الشهداء الليبيين كلهم في الجنة. أخوتي أنا قلت لكم راح يوصلوكم مع العسكر باش يسقطوا الانتخابات، ومن بعدها يوليو يصوروا العسكر تاع الجزائر باللي خرج للشوارع واش يقولوا، يقولوا اودي حنا يا ما نشمع الانتخابات وطاطاطي وطاطاطي، نريد التدخل الاجنبي كما كانوا في كما كانوا تولى حلف الناتو، ويقولوا يا ونريد الاستقلال. هكذا ثاني راح يقولوا لكم باللي نريد الاستقلال من الاخر، ما كان لا حسن رونجاس الاول هو سبوا سبوا على ارواحكم. انت يا كيف مينيست انت كي تقولي لي انا الحسن رونجاس، كي تقولي لي انا الحسن رونجاس؟ اي ممكن انا الحسن رونجاس تاع بلادي اللي يموتوا عليه هذا الشهادة، هذا الارض يموتوا عليها الشهادة، والرونجاس تاع بلادي ماشي انا الحسن، نحطوا على صدري، نحطوا على راسي، خاطرش هذاك هو يحمي لي في بلادي. انا مانيش حركي، انا ما نبيعش بلادي ونروح لحلف الناتو ونقول يا الرخاص منين تريد الاستقلال، انت منين تريد الاستقلال؟ لا رايح لحلف الناتو يا سيدي، روح للجزائر وقول نريد الاستقلال. سمع الاقل تكون النظره نتاعك موجهه للقايد صالح، قال باللي احنا نريد الاستقلال، بصح باش تروح عند حلف الناتو وتقول نريد الاستقلال سمع واش معناتها؟ تروح تشكي عند باباك ولا عند ماماك؟ كل اللي طفل صغير صاري لهم، كي الطفل الصغير يروح يبكي عند بويوم ضربوني صغير، يروح عند امه ولا بوي وهي باينه، ما يروحش عند الناس يقول لهم ضربوني، يقول لهم ما والله بوي راهم ضربوني. هذا رايح يتولى مبنى تاع الناتو ويقول لك انا، يكذبوا الناس ويقول لك احنا رانا ضد التدخل الاجنبي. ها صاحبي اكتب قدامهم وتقول لهم واش تحوسوا نريد الاستقلال، واش تحوسوا حوسوا على الاستقلال. وين استقلال من الجزائر؟ حابين تستقلوا بدولة واحدكم وحابين تطبقوا المخطط تاعكم، ما كانش يعني قلت لك ما كانش الجزائر تبقى موحدة. خاوتنا اللي ما فهموش، خاوتنا اللي ما فهموش القالب من نهار الاول للذرك، كاينين الناس فهموا مليح واش راني نقول لكم، كاينين الناس نهار كانوا يترشح هذاك الصغير هذاك ويقول لهم لي كاباري وندير لكم النساء، وهذاك المترشح والله ما على بالي واسمو معقبو في التلفزيون، واحد ما هدر كي كان التهريج في الانتخابات كانوا يقولوا نروحوا ننتخبوا نديروا غاني مهدي والله نكاز والله واسمو. هكذا خوتي هذ الناس كي ما صلحت لهمش، كي ما صلحت لهمش باش يحكموا بالغديري، الغديري كان جيني كان عسكري، وسي الزبيدة عسول كانت تقول لهم أنا معاه، هاو نحط لكم التصاور معاه، هي معاه ويزكيو فيه. سبحان الله هم بعد ما صلحت لكمش انفلطوا، يا ندي وسول انفلطوا، يعني اللي ما فهمش طول راني جيتك من الاخر.